دائما ما تكون الإثارة والندية هي العنوان الأبرز لمواجهات الاتحاد والأهلي. مساء الأحد نحن موعودون بليلة أخرى من ليالي ديربي جدة. الفريقان يملكان مدربان يتمتعان بالخبرة الكافية التي تنعكس على أرض الملعب في مثل هذه المواعيد. الأهلي بقيادة فلادان يعتمد على مهاجمة الخصم عن طريق الأطراف والضغط في منطقة العمليات لإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء والتراجع. عناصرياً يعتمد الصربي على شن الهجمات من الأطراف بتواجد سعيد المولد والبرازيلي الخطير ليما اللذان يعتبران أحد مفاتيح اللعب المهمة. يقف بجانبهما في الخط الخلفي الخبير معتز هوساوي وبجانبه محمد خبراني صممي الأمان ومنطلق الهجمات في حال امتلاك الكرة. وعلى مستوى خط الوسط يتواجد عبد الفتاح عسيري وعبد الرحمن غريب صاحبي المهارة والسرعة والاختراقات من العمق وخلق المساحات في ملعب المنافس وصناعة اللعب. وفي حالة الهجوم المعاكس يعتمد فلادان على إقفال مناطقه الخلفية بوجود محوري الارتكاز البرازيلي سوزا وساريتس واللذان يوكل لهما مهمة ربط خطوط الفريق والعمل على تنويع اللعب. وتكمن قوة الأهلي الضاربة في المهاجم عمر السومة ثالث هدافي الدوري والقناص المميز والمزعج لأي دفاع يواجهه والذي لا يتوانى في هز الشباك واستغلال أنصاف الفرص. في المقابل يعتمد البرازيلي كاريلي الضغط على الخصم في مناطقه وتنشيط الأطراف مع العمل على امتلاك منتصف الملعب وفرض طريقته. دفاعيا يمتلك الاتحاد البرازيلي برونو مصدر ثقة للفريق في الخط الخلفي ومنطلق الهجمات بمعاونة حمدان الشمراني. أما على مستوى مركز الظهير يأتي سعود عبد الحميد ومنصور الحربي اللذان يشكلان خطرا كبيرا في أدوارهما الهجومية مع التقيد بالعودة للدفاع في الهجوم المعاكس. وفي خط المنتصف يبرز المغربي كريم الأحمدي أحد أفضل اللاعبين والذي يجيد الربط بين خطوط الفريق والتحكم في رتمه بالإضافة لشخصيته داخل الملعب. ويقف بجانبه خالد السميري صاحب القراءة المميزة إضافة لعبد الإله المالكي ذو المهام المزدوجة دفاعيا وهجوميا. وعلى مستوى صناعة اللعب يعتمد كاريلي على التونسي أنيس البدري صاحب التمريرات الخطيرة والصناعة المميزة وعبد الرحمن العبود صاحب الانطلاقات والمهارة والسرعة العالية. ويمتلك الاتحاد قوة كبيرة في خط الهجوم بتواجد البرازيلي رومارينهو صاحب التمركز الجيد والنظرة الثاقبة تجاه المرمى وهداف الفريق.